جميع المبالغ الخاصة بالمستثمرين قام كسرها كمطرف في هذا المكان، ويعني حققنا أكبر مبيع في هذا الحساب للاستفادة من تلك البونص. إذن الإخوان معليكم فقط، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. يعني بعض من المستثمرين يقولون أن الإي آي ماركتينج لم يعد يحقق أرباحا كافية، لأنه لم يعد يجلب الكثير من الأرباح، وهذا بطبيعة الحال خطأ الإخوان، لأنكم تقومون بحسابة أو بعمل حسابية لي يعني كم استهلك الروبو في اليوم وكم جلب في نفس اليوم. مثلا استهلك $100 وجلب مثلا $110، إذن ربح هنا ضعيف جدا، وهذا خطأ الإخوان، لأن كما قلنا دائما في الاي اي ماركتينج يتم احتساب الارباح على مده زمنيه طويله جدا. اذا الاخوان كما ترون حققنا اكبر مبيع كما ترى في هذا يعني الرسم البياني. كما قلت لكم الاخوان في الفيديو السابق، سنتحدث عن الفيديو السابق، انظر هنا واستمع لما قلناه في الفيديو السابق. هذه القيمه الاخوان $3000 وهي جيده جدا، وفعلا الإخوان قمنا بكسر هذا يعني القمة الذي كنا تحدثنا عليه في الفيديو السابق، تحدثنا عن هذه القمة وهذه القمة الإخوان، وتم كسرها كمطرف في هذا المكان، ويعني حققنا أكبر مبيع في هذا الحساب منذ بداية الموقع، وهذه المبيعة $189 كمطرف في هذا المكان، والآن يعني لدينا $161 في هذه المبيعة، والمبيعة التي قبل هذه كانت ب $140. إذن الإخوان كما ترى هنا كسر يعني قوي جدا الإخوان، وفعلا توجد الأرباح، يعني ليست بتلك القوة لكن توجد الأرباح لا بأس بها الإخوان. كما ترى هنا إذا قمت فقط أردت أن تعرف كم ربحت من الإي آي ماركتينج من يوم بدأ الإي آي ماركتينج إلى الآن، فقط ما عليك هو تقوم بالذهاب مثلا إلى هنا الإخوان، فقط تقوم بعمل مقارنة بين كم يعني كم قمت باستثماره وكم استهلك الروبو وكم جلب لك من الكاشباك فقط الإخوان. كما ترى هنا فالفرق واضح جدا، مثلا هنا الميزانية الإعلانية $6000، هنا يعني amount spin يعني الذي قام باستهلاكه الروبو هو $3000، وهنا جلب لك الكاشباك $5500. إذن الإخوان الأمر يعني الفرق واضح جدا $2000، ولا تزال لدينا هنا الميزانية الإعلانية شغالة، يعني أكثر من $3000 لا تزال هنا في adversity budget. الفرق واضح الإخوان، يعني فقط يعني ربما يعني كما تعلمون في الأرباح في الـ AI marketing غير مستقرة، يعني غير ثابتة، طارة تكون profit 80% 50% طارة أخرى 14%، كما هو حال الآن profit $84. صراحة هذا الحساب يعني أول مرة يحقق مثل هذه المبيعة بطبيعة الحال، يعني أتحدث فقط عن هذا الحساب الإخوان. فهناك الكثير من الأشخاص أيضا هناك بعض الأشخاص أيضا يقولون أن الـ AI marketing أغلق فقط، نحن نضيع وقت في التحدث حول الـ AI marketing، وهناك أيضا من يقول أننا نشجع الناس على الاستثمار في هذا الموقع. إخوان ليس فقط ترى فيديو بعنوان AI marketing أي أننا نقوم بترويج للموقع أو نقوم ب يعني دعوة الناس للاستثمار، فنحن لم نقم بدعوة أي شخص للاستثمار منذ أن توقف السحب في الموقع، بالعكس نقول للإخوان لا داعي للاستثمار. وهناك الكثير من المستثمرين يتواصلون معي من أجل يعني يقول لي أن لدي مال مجمد، ماذا أفعل؟ هل سأقوم تنصحني بالشحن لكي أقوم بتجميد يعني الأموال التي قمنا نحن ب يعني الشحن من خلال الشحن من أجلها وسحبناها سابقا التي كانت لدينا في صندوق الحماية، لا استفدنا من صندوق الحماية. أقول لهم طبعا الحال أن لا أحد يذيع في هذا الموقع حاليا، لا أحد يذيع ولا سنت واحد، لديك الكشبك أعيد استثماره فقط وانتظر، إذا أتاح السحب فسيكون أمر جميل جدا، والكل سيسحب رأس مال خاص ويمكنهم الاستثمار ويمكنك فعل ما تريد. إذن الإخوان يعني هناك من يقول أن الموقع نصب فقط، يعني ما نرى هنا مجرد يعني أرقام وهمية وما إلى ذلك، لكن الإخوان يعني أعتقد أن الأمر يعني فإذا أراد شركة معينة أو موقع معين أن ينصب الإخوان ليس لديه وقت لفعل مثل هذه الأمور، يأخذ الأموال ويذهب مباشرة ليتسكع بتلك الأموال ويستمتع بتلك الأموال بطبيعة الحال. لكن الإخوان AI marketing إن شاء الله سيعود، يعني الإخوان هناك يعني بعض الأمور صراحة، يا إما أن الـ AI marketing لديه مشكل فعليا يحاول معالجتها، إما أن الـ AI marketing في حوت من حيث أن البيتكوين، أي أن جميع المبالغ الخاصة بالمستثمرين قاموا باستثمارها في البيتكوين ونزل بهم السوق، وأن هذا الأمر يعني
يعني استبعده كليا، لانه لا يوجد حتى الاخوان يعني يقوم بالدخول بمبلغ كبير جدا في القمه، حينما كان البيتكوين في تلك الايام التي توقف السحب كان في يعني في القمه، الاخوان نتحدث عن الستينات، ولا اعتقد ان حوت مثلا او فريق محترف سيدخل بمبلغ كبير في تلك القمه دون يعني اداره المخاطره. فالاخوان صراحه يعني امر يعني مستبعد الى حد ما، ولكن هو احتمال موجود، بريدكشن يعني موجود الاخوان، لا احد ينكر هذا الامر، او ان يعني الموقع يعني تاثر ب يعني الحرب، وتاثر ايضا ب يعني ضغط من طرف الحكومات، وايضا خصوصا ما حدث له في روسيا، اي ان البنيه التحتيه الخاصه بالموقع تزعزعت كما يعني نرى في اجتماعات الاخوان دائما. يعني هذه وجهه نظر فقط، واتمنى التوفيق. مهم الاخوان، نتمنى أن يعود الموقع هذا ما نتمناه. فأنا الإخوان فقط أريد أن أشارك معكم هذه الأمور وأجيب على هذه الأسئلة الإخوان. إن شاء الله في الفيديو القادم سنتحدث حول أمور أخرى بإذن الله، وإن كان أي جديد سوفكم بطبيعة الحال كالعادة. فالآي إم بي نتورك بطبيعة الحال العملة الإخوان الذين يسألون عن العملات، فلديك هنا عملة بطبيعة الحال تأخذ عملة كل شيء شغال كما ترى هنا، 200 دولار في 3 ماي 21 دولار وما إلى ذلك. بالنسبة للإخوان الذين يتحدثون عن البونيس الخاص بالمئة دولار، هناك شخص قال لي أن لدي بونيس في الاي ان بي نتورك ولا أستطيع يعني كيف أتعامل مع هذا البونيس. صديقي العزيز، يجب عليك أن تقوم بشراء 100 ام بي او ثم تقوم بتحويلها المبلغ البونيس 100 دولار إلى الاي اي ماركتينج كرصيد إعلاني، يعني تقوم استثماره في الاي اي ماركتينج، لا تستطيع أن تقوم بسحبه. والآن الإخوان لا أنصح أي شخص أيضا أن يقوم بشراء عملة الام بي او يعني حتى يعني يتيح السحب وما إلى ذلك، لذلك سنقوم بشراء أيضا. فأنا أيضا لدي 1500 دولار في هذا الحساب، سأقوم بشراء تقريبا أعتقد أنه 1500 إم بي أو شيء من هذا، أو 150 إم بي أو شيء من هذا القبيل، من أجل الاستفادة من تلك البونس. إذن الإخوان ما عليكم فقط هو الانتظار، وقوم بهذا استثمار الكشبك حتى تستفيد بطبيعة الحال من الوقت. وهذا ما لدي لكم في هذا الفيديو. وإذن الإخوان لا تنسوا الانضمام إلى المشروع الجديد الذي تحدثت عليه الإخوان. هذا المشروع الإخوان المشروع الجديد، شركة بريطانية وموقع بريطاني كما ترون الإخوان، MC23 كما ترى في هذا المكان. فالموقع جديد الإخوان 13 يوم منذ انطلاق الموقع، يعني الموقع انطلق منذ 13 يوم فقط. لهذا استغل الفرصة إذا أردت يعني المغامرة في مثل هذه المواقع، فالروابط موجودة أسفل هذا الفيديو، وأيضا طريقة التعامل مع الموقع يعني فيديو موجود في أعلى الشاشة هنا، وسيظهر لديك في شاشة النهاية. هذا ما أردنا نشرحه في هذا الفيديو، والسلام عليكم.